بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أحباب الكرام متابعينا ومتابعي القناة، أحبابنا أصحاب المعاشات. خبر النهاردة أحبابنا الكرام كما اعتدنا وعودناكم بشرى من بشرياتنا لأحبابنا أصحاب المعاشات. خبر النهاردة وفيديو النهاردة بيقول بشرى سعيدة تنتظر أصحاب المعاشات إمتى؟ في شهر أكتوبر القادم. إيه هي البشرة دي وإيه تفاصيلها في الشهر القادم بعد عدة أيام قليلة؟ تعالوا نعرف التفاصيل بس بعد ما نعمل اشتراك في القناة، لو لسه ما اشتركناش مشاركة للفيديو، وأخيرا إعجاب بالفيديو. أحبابي أصحاب المعاشات في كل مكان، في ربوع المعمورة أيام قليلة، ويهل على أصحاب المعاشات شهر أكتوبر القادم الذي يحمل السعد والهنا لجميع أصحاب المعاشات بشأن صرف المعاشات الشهرية لحوالي 9 مليون صاحب معاش على مستوى الجمهورية. ليه؟ إيه السبب؟ وده لأنه من ناحية أخرى ينتظر المستحقين من العلاوات الخمس من أصحاب المعاشات وعددهم نحو 2,460,000 مواطن صاحب معاش صرف الدفعة الثانية لهم، والمقررة يوم 1 أكتوبر القادم. يعني أحبابنا أصحاب المعاشات حيصرفوا الدفعة الثانية من مستحقاتهم ومتجمد المستحقين في العلاوات الخمس، وهم طبعا زي ما قلنا عددهم تقريبا 2,460,000، وحيكون الصرف يوم 1 أكتوبر، لأن احنا قلنا بمعدد كل 3 شهور بيتم صرف دفعة. فأصحاب المعاشات يعتبرون شهر أكتوبر هو شهر السعد والهنا لجميع أصحاب المعاشات. كما يذكر أن أصحاب المعاشات المستحقين من العلاوات الخمس صرفوا الدفعة الأولى لهم زي ما قلنا في شهر يوليو الماضي من منافذ الصرف، سواء مكاتب بريد أو البنوك، ودي تبقى الدفعة الثانية يا أحباب الكرام، ولسه باقي دفعتين تانيين غير الدفعة اللي جاية اللي حتكون في خلال كل 3 شهور. ده أحباب الكرام كانت بشرى النهاردة وخبر النهاردة. نتمنى أن نكون نقلنا لكم أحبابنا أصحاب المعاشات خبر وبشرى سعيدة. لنلتقي بكم في فيديو آخر، لكم منا أجمل وأرق الأمنيات والتحيات. دمتم في أمان الله ورعايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.